وماذا عنونت صحف الصباح والشرق الأوسط والعالم وغيرها من الصحف؟ نعرف ذلك من بيسان طراف الآن في هذه النشرة. من جديد صباح الخير بيسان. صباح الخير فتون. من جديد صباح الخير مشاهدينا، جولة على عناوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم. البداية مع صحيفة الصباح العراقية: القانون يتصدر القوائم ب 95 مقعدا، يونامي وأمريكا تباركان إعلان نتائج الانتخابات. أيضا نبقى مع صحيفة عراقية وهي العالم، نقرأ في عنوانها الأول: أربيل، سننفصل عن العراق إذا حصل المالكي على ولاية ثالثة، رئيس الوزراء بحاجة لحلفاء أقوياء من السنة والكرد. مصدر أمني: لا دلائل على مغادرة المسلحين العراق، داعش تفخخ بيوت خالية في هيت. إلى صحيفة الشرق الأوسط: حفتر، هدفنا تنظيف ليبيا من الإخوان المسلمين، أكد للشرق الأوسط أن طرابلس بعد بنغازي، انضمام قاعدة طبرق للجيش الوطني ومغادرة بعثات دبلوماسية. المالكي الفائز الأكبر في الانتخابات العراقية، خصوم رئيس الوزراء يتوعدون بالطعن. وفي الملف السوري عنونت الشرق الأوسط: استقالة وزير الدفاع المؤقت تنذر بأزمة داخل المعارضة السورية، أسعد مصطفى استقلت بسبب قلة الدعم. ننتقل إلى صحيفة الوطن السورية ومجموعة من العناوين: الجيش يسيطر على سجنة بدرعة ويطوق نوى، تنفيذ اتفاق الوعر مسألة وقت، وتسوية أوضاع 400 مسلح في تير معلى قريبا. المرشح الرئاسي حسان النوري: عصر القائد الواحد انتهى، القيادة ارتكبت أخطاء استراتيجية، وسوريا بعد الانتخابات لن تكون كما قبلها. دولة القانون أمام الجميع، وسباق الولاية الثالثة أمام المالكي طويل. إلى صحيفة الوسط البحرينية ونقرأ فيها: مقتل بحريني ينتمي لداعش بسوريا. قائمة المالكي تفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، وفيها أيضا: البعثتان السعودية والإماراتية تغادران ليبيا. إلى صحيفة السفير اللبنانية: الفيصل لا يتبنى عون لا للمس بالطائف، سليمان للسفير رئيس من الأقطاب سينتقم حتما. الجيش السوري يتقدم في نوى ودرعا، استقالة وزير دفاع الائتلاف. صباحي للسفير: معركة الرئاسة لم تحسم بعد، مؤشرات أولية إلى تقدم السيسي في انتخابات الخارج. أخيرا إلى صحيفة البلاد الجزائرية: ليبيا على مشارف حرب أهلية، استعدادات في بنغازي لمواجهة بين الجيش ومؤيدي خليفة حفتر. نقرأ فيها أيضا: واشنطن تتوقع موجة إرهاب كبيرة في شمال إفريقيا. هذا أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية. شكرا للمتابعة وعودة إليك فتون. شكرا لك بيسان. الآن إلى الماضي الحاضر. من الميادين نشرة الأخبار، السلام عليكم وإلى عناوينها. أهلا بكم. أفاد مراسل الميادين في ليبيا بأن صوت الانفجار القوي الذي سمع في العاصمة طرابلس منتصف الليلة الماضية ناتج عن سقوط صاروخ جراد في منطقة سكنية على طريق المطار، ولم تتضح الجهة التي أطلقته. إلى ذلك أكد مسؤول عسكري: لا يزال الغموض يلف المشهد الأمني في ليبيا، الهدوء الحذر يخيم على طرابلس مع تراجع ملحوظ للحركة في شوارعها، يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل التوتر بين كتائب مقربة من خليفة حفتر وكتائب داعمة للحكومة في طرابلس. مراد الدلنسي. بالعوامل الخارجية، مراد الدلنسي، طرابلس، الميادين. وعلى خلفية تطورات الوضع في ليبيا، وصل 180 جنديا من مشاة البحرية الأمريكية المارينز إلى قاعدة سيغونيلا العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي
في التداعيات أيضا أعلن مصدر أمني جزائري أن الجزائر أغلقت حدودها البرية مع ليبيا بسبب التطورات الأمنية، فيما أعلنت مصر وقف سفر مواطنيها إلى ليبيا. وكان السفير السعودي في ليبيا قد أشار إلى تعليق عمل السفارة والقنصلية السعوديتين في طرابلس. في الإطار نفسه اتخذت الحكومة التونسية عدة قرارات وإجراءات في ظل التوتر في ليبيا. أمن الله المنصوري. خطوات عسكرية أمن الله المنصوري، تونس، الميادين. أصيب 8 جنود للجيش اللبناني بإطلاق نار تعرضت له دوريتهم في مدينة طرابلس شمال لبنان. بيان للجيش ذكر أن الدورية تعرضت. قتل 3 جنود مصريين وجرح 9 بهجوم استهدفهم أمام مدينة الأزهر الجامعية في منطقة الشيخ زويد في سيناء. قتل يتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج اليوم. عمليات فرز الأصوات كانت قد بدأت فور انتهاء عملية الاقتراع مساء أمس. وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري صدقي صبحي أن القوات المسلحة قادرة بالتعاون مع الشرطة على تأمين الانتخابات الرئاسية. صبحي أشار إلى أن الشعب المصري ومن الانتخابات المصرية إلى الانتخابات السورية، حيث أكد المرشح للرئاسة في سوريا حسن النوري أن المرشحين 3 متفقون على ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره. هذه الأزمة أصبحت سوريا أكد أنه ليس خصما للرئيس بشار الأسد بل هو منافس له. لا أقبل هذا. وتواصل المدن السورية تحضيراتها للانتخابات الرئاسية. مدينة حلب ولا سيما الأحياء القديمة منها تشهد حملة انتخابية في ظل أجواء أمنية ساخنة. تعقد الحكومة التايلاندية اجتماعا في مكان لم تعلن عنه بعد أن أعلن الجيش الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد. الجيش أغلق أيضا 10 قنوات. في العراق أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالك استعداده لمد اليد للجميع في العراق. في تعليقه على نتائج هذا وتصدر ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 93 مقعدا متقدما على أقرب منافسيه بنحو 50 مقعدا، فيما حلت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ثانية بحصولها على 31 مقعدا، وكتلة الحكيم على 29، ومتحدون على 23 مقعدا. نتائج تعطي المالكي دعما قويا لتأليف الحكومة بالتحالف مع بعض القوى. محمد كريم. ائتلاف دولة القانون. يتوجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها للمصالحة موسى أبو مرزوق إلى القاهرة اليوم الثلاثاء. وفي غضون ذلك تضاربت الأنباء عن موعد إعلان التشكيلة الحكومية. ففيما قال القيادي في حماس باسم نعيم إن الإعلان سيكون نهاية الأسبوع المقبل. نقلت وسائل إعلامية مقربة من حماس أن الرئيس الفلسطيني أجل إعلان تشكيل الحكومة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المصرية. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي بني جانتس وقف تدريبات وحدات الاحتياط للعام الحالي بسبب الأزمة المالية. إعلان جانتس جاء في ظل أكبر تدريب. ذكرت وكالة إترتاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع الأمين العام للأوهاي بالصين. قتل 12 شخصا في كمين مسلح شنته عناصر يشتبه بأنها تنتمي لجماعة الشباب المجاهدين الصومالية. الهجوم يأتي غداة هجوم شنته. دانت هيئة محلفين في نيويورك الداعية البريطانية المتشدد أبو حمزة المصري باحتجاز رهائن وممارسة الإرهاب بعد معركة قضائية طويلة. الإمام السابق لمسجد في لندن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وسيصدر الحكم بحقه لاحقا. المصري الذي تولى الدفاع عن نفسه خلال